قال خبير الموارد الوراثية النباتية بمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية الدكتور علي بن حسين اللواتي إنه نظراً لما تتمتع به السلطنة من تنوع جغرافي وبيئي وأحيائي كبير، فإن السلطنة تزخر بأكثر من 1200 نوع من النباتات، إلا أن ديمومة هذا التنوع تواجه الكثير من التحديات، ومنها ممارسات الرعي الجائر وتغير طبيعة الأراضي بسبب التمدن والتغير المناخي.